لا بالعكس، هو انا ممكن لو في حاجه من الشخصيه بتاعت رضوى فيا هلهبط. انا الهليه في حياتي كده، ما يعني ما بعملش حساب الكلام اللي بقوله، مش بفتن، بس انا بحب ابقى على سجيتي طبيعيه. بس تمام، ودينا في داهيه. ما دي مشاكل بس شغال. لا انا بقى هقف عند وديني داهيه. اتورطت بسبب الهليه دي ازاي، وايه اللي حصل لك؟ كنت ندمت بسبب؟ لا مش لدرجه ندم وبتاع، بس قصدي ايه، الناس دايما تقعد تقول يعني ايه، خدي بالك يا حبيبتي، مش لازم الناس كلها تعرف كل حاجه عن حياتي، يعني مش لازم الناس كلها تبقى عارفه المشكله اللي انت فيها. انا مره لسه كنت كاتبه قريب بقول صيدلي بيسالني بيقول لي ضغطك عالي، انا رايحه اقيس الضغط عشان عندي صداع، قال لي ضغطك عالي، هو في حاجه مضايقاكي؟ قلت له اسكت، وحكيت له كل حاجه. فانا اللي هو ما ينفعش اي حاجه بنحكيها لاي حد، يعني لازم يبقى شيء من الخصوصيه. هي دي من الحاجات، دي اخر حاجه حصلت لي غريبه، يعني هو مال ومال الصيدلي، انا مش فاهمه. انا غلطان اني سالتك. انا مش فاهمه. انت قال لي انت بتعملي كاركترات مجرمه قوي على السوشيال ميديا، واجن حاجه عملتيها ايه وكان لها رد فعل مش طبيعي؟ ان انا عملت طفله وحبيتها ونفسي اقابلها، يعني سناب شات ساعدني ان انا ابقى طفله وبقيت بتوحشني، فبفتح الفلتر عشان اشوفها عشان اقول لها وحشتيني يا جاي. تمام، لا حلو قوي. لا عادي، كلنا مجانين. انت جواكي كام شخصية طيب؟ كتير قوي. انا جوزائية وجوايا كتير، ومعرفش انا مين فيهم. ساعات بعض من كتر ما انا ببقى حاجات كتير غيري. تمام، امتى بتحس انك مستقرة نفسيا وواصلة لشخصيتك الحقيقية؟ لما بكون مع اهلي مسافرة هادية، مفيش ورايا حاجة، ببقى انا جدا يعني. في البيت مين؟ لما انت في البيت بتعملي كل الجنان في الاول. ما هم ما في اوضه ما حدش بيخش ورايا، هم عارفين ان فيها لايتنج وفيها كاميرا، وانا يا جماعه بعمل حاجه مجنون، هم بيشوفوها بعد كده. بس انا ما بديش حد فرصه ان هو يقول لي رايه قبل ما انزلها، عشان هم وارد ان يبقى دمهم تقيل او ممكن يبقى دمي اخف، فمش لازم الجمهور ممكن يتقبلها، هم لا، فهم ما بيتفرجوش على حاجه، هم زيهم زي الناس. صح كده، بيتفاجئوا. اكتر شخصيه كانت عملتيها برضه لقت رد فعل حلو قوي مع الناس؟ كلبوبة التجمع، اللي هو البنات كده. تينيجرز مين يعني، هم اللي هم سن من 13 لتطلع. طب لو احنا عايزين نعمل حوار بطريقه الكلبوبه دلوقتي، فردي عليا تقولي لي ايه في الناس الفرح، وهتعملي ايه في صحبتك؟ رضوى صاحبه لذيذه قوي، طيبه قوي بجد، بتحب الناس، بتحب رضوى، بتحب الفرح، بتحبها قوي. بس فتينا لايك فتينا شويه، بس ان شاء الله يعني هتشوفوا حاجه لذيذه. الله يكرمه عليك. عندك ايه تاني بس قبل ما ننزل فرح الفتره؟ ان شاء الله عندي مسلسل حنان زاهد، حلوه الدنيا سكر، مسلسل يعني هما 9 قصص منفصلين، انا طلعت قصتين. ده اوف سيزون صح؟ ان شاء الله. حلو جدا. كومينج سون يعني، بنصور فيه حاليا.